والله الوطن يزفت ما زين والله، يعني صار له فترة ماكو، خاصة بالقديمة كهرب نهائيا ماكو بالقديمة، ما شفنا الكهرب القديمة نهائيا، ما شفنا الكهرب، يعني يقولون على الكهرب اكو بالقديمة ماكو، عشان بيرات كل 5 ايام يقطعون الكهرب نهائيا علينا، ايش يرجعون على المولدات والمولدات نشغل كلها امبيرية والفلوس، وتدري انت وضعية الكهرب هنا بالقديمة ابد نهائيا ماكو. كيبلات هاي من وقت التحرير لحد الان مسوته، انا ما حد جا شاله ولا حد جا مده ولا حد قبل متكهرب القديمه، غير مناطق كهرب ما لا يعني هم شوي احسن، بس القديم ابد كهرب ماكو. على 10 بيرات مرات زي 10 بيرات زي يقطعوها، لازم اشتراك مال المولده و مولدات يشغلوها. والله الحكومة بس تجي يعني تمد لنا كهرباء، شوف يعني حالنا الوضعية بالقديمة يعني يؤسى لها. يعني شبكة يعني شوي على الأقل يرحمونا مثل غير باقي المناطق، مثل باقي المناطق على الأقل، باقي المناطق يمدون بكهرب، خلي يمدون لنا كهرب. والله وضعية الكهرب ما زينة. والله 10 امبيرات، شنو 10 امبيرات؟ لا خبز لا شيء لا أبد لا أصلا ما يدفع بيها كل شيء. ما تجي والله. ما تجي عي يقطع من الامبير، من الامبير عي يقطع. الامبيرات ما تكفينا الوطني. اي وانها كله يطفى ويعلق، والمولده 15000 الامبير. اي منين نجيب نحن اذا ما عدنا؟ نحن اصحاب عوائل الشهداء. وكداحق على الوايرات كلها، السلايتات كلها مقطعه. نشغل شيء تفقد شيء. ما تكفي والله يابا. الشبكه ما بيها كهرب لا، من ابو المولده هو يدفع عنا كهرب. 3 امبيرات ب40000، يعني يقولون بالمال الوطني على نطيكم. لا والله ما عندنا امكانيه، من اهل الرحم ينطونا يا منوني نطي ابو المولده منوني. احنا دا نعاني من شوط الكهرباء. الموصل القديمه دا ينطوها كل بيت 10 امبيرات. يعني كل 15 بيت ما يعدل بيت من ذاك الجانب. ودا يقطعون الكهرباء علينا، احنا دا نعاني، وخاصه احنا منطقه قديمه وتعرف انت وضعها شلوني، وخاصه اذا انطفى الكهرباء بالليل. احنا نطالب من الجهات المختصه يكونون يستثنون المنطقه القديمه من شحنة الكهرب ويقطعون عنا، ما ينقطع عنا لازم. هي 10 امبيرات، 10 امبيرات ايش تعمل بها استاذ زياد؟ احنا نطالب من كل خير موجود يعني يساعد هالمنطقه القديمه، كهرباء زفت، الماي شويه يعني تحسن، الوضع الخدمي بالمنطقه القديمه اوساخ متراكمه ما حد يجي، كانت بلديه تيجي تنقل الانقاض والاوساخ هسه ماكو، انتهى كل شيء بعد ماكو. وده نعاني يعني تعرف انت هسه موسم صيف حار، احنا نطالب يكون يستثنون المنطقه القديمه من القطع.